السلام عليكم. هادي دابا 12 يوم باش شديت كورونا، وراني دابا في السبيطار في مراكش في محمد السيس. النهار الاول اللي حسيت المرض عيطت لواحد النمرة وجاو عندي، داوني السبيطار، كانوا معايا في التليفون دائما الحمد لله، ويهضروا معاك وكل شيء. السبيطار الاول مشيت للسبيطار اللي في المدينه مومونيا، والحمد لله الدكاتره تما كانوا مزيانين بزاف ويعاونوني، واللي بغيت يعطوها ليا ويهضروا معاك، يحسوا بك انت راك بحال بنادم. من جا لا ريزونس ديالي قال لي صافي فيك الكورونا، ما نعرف من شديتها، باش شديتها هنا في المغرب شي بلاصه في مراكش. منين جاو قال لي صافي خصنا ندوك لواحد السبيطار اخر اللي عندها الماكينات اللي جانا فيها مشاكل مع القلب وفيها مشاكل مع الكبدة، وعندي بزاف مشاكل. عرفت راسي عندي واحد الندبزية اللي غتكون كتيرة بزاف، وعرفت راسي خصني ندابز. هادي ماشي الاولى، اول مرة اللي دابزت على المرض، كان عندي شحال من مرض في حياتي ودابزتو وربحت، وعرفت هاد المرض هو غيجي وغادي نذبحو. وفي العقل ديالي ديت الموال، هذا ماليش يربحني، انا غنربحو هو. وديت راسي في اللوك داون منتلي هنايا. دابا جاوبوني للسبيطار محمد السيس في مراكش، وداوني للاي سي يو نيشان. منين وصلت تما جاو الدكاتره قال لي حطوني في واحد الفراش. اول حاجه داك الفراش كان فيه شي واحد اخر، لي زور ديال شي واحد اخر، الغطاء ديال شي واحد اخر، مازال الدواء ديالو تما، مازال لي زار فيه داك الوسخ ديال واحد اخر. كنت مريض بزاف، حرارة فيا كلشي، ويا هاديك مشيت نعست، حطوني في الفراش، جاو الدكتور الدكاترة وكلشي، حيدو لي حوايجي. دابا انا عريان وعندي واحد كاشة، هاهي مازال عندي الكاشة، عندي واحد كاشة هي اللي باش تغطيت بها، وواحد غطا اخرى استعملتها بحال المخدة. علاش ما بغاوش يعطوك المخدة؟ كيفاش انا نعس في الفراش ما عنديش المخدة؟ سو هي هاديك. كنت بغيت نمشي للتواليت، ممنوع عليا نخرج من البيت، ممنوع عليا نوض من الفراش. سو دابا خاصني التواليت في الفراش. عطاوني واحد الكاسرونة ديال البلاستيكا اللي غادي نمشي للتواليت بها. دابا ماشي مشكل، هادشي راني دوزتو في حياتي. ومشيت ديك البلاستيكا تنحشيها من تحتي، وفيها الكرش بزاف، هاد الكورونا تدير لك الكرش. كنت نمشي للتواليت تقريبا 10 نوبات في النهار على الكرش. دابا كل مرة تنكرشقو داكشي بحال الما، تيخرج ليا باش متناكلش كلشي، وتنشرب الما بزاف. دابا تيخرج ليا الما، و منين تنمشي للتواليت ما عنديش باش نمسح. كنت نقول لهم عطوني قرعة الماء، جابوا لي قرعة وعمروها لي من روبيني. قلت لهم انا ما تنشربش روبيني، هذا 10 سنين ما شربت من روبيني، ما تنشربش انا من روبيني، دائما تنشري الماء، حياتي كاملة تنشري الماء، لكن ما عندناش. سو بداك الماء ديال روبيني كنت نمسح بيدي، ومسح ونشلل بداك الماء اللي غادي نشرب منه، ونغسل يديا. ولقيت واحد الخروق تما اللي تيمسحو بك بالدم وداكشي، كنت في الاخر بقيت نسرق لهم الخروق. مرة تيجيبو لك الماكلة دايما باردة، ما سخوناش، باردة. الماكلة الباردة فيها الميكروب، انا فيها الميكروب وغنزيدو الميكروب خولة ديال الماكلة باردة. كيفاش انا غناكل هادشي؟ ما بقيتش ناكل، مبقيتش ناكل كاع، و تيجيبو لي الماكلة في خنشة الميكا،
يا هذيك الخنشه شنو كنت ندير؟ كنت نقطعها باش نمسح بيها، باش ما بغاش يعطوني بابيوجينيك. تنقول لهم عطوني كلينكس، تقول لك ما عندناش، عطوني القاعد ما عندنا. قلت لهم انتم عندكم كلينكس في التواليت ديالكم؟ عندكم الكلينكس، سيروا تما وجيبوا لي كلينكس من التواليت ديالكم. ما بغاوش، رجعوني بحال شي ترامب اللي في الزنقه. حسيت براسي ما عرفت شنو نقول. واحد النهار داو لي السطل ديالي، الطاسه ديالي، وكلشي تضني تضني تضني. وتنقول معافك عطوني داكشي، عطوني السطل، خصني نمشي للتواليت. عافاك تنغوت لهم، عافاك لي داز لي داز، تنغوت له دكتور دكتور نورس نورس. عافاك بغيت نمشي للتواليت، لازم بغيت نمشي للتواليت. ما بغاوش. دازت واحد 3 4 السوايع وما قدتيش، كلشي صافي مشات ليا. شنو درت؟ هما كلهم الدكتيره قدامي تيشوفوا فيا من الجهات الاخرى، تيشوفوا فيا نط. شنو درت؟ هزيت واحد الصندوق، كان واحد الصندوق تما خاوي، هزيته و تيغوتو عليا، تيقول شنو تدير؟ رجع الفلاش. قلت ما نقدش، هزيت الصندوق قدامهم وخريت قدامهم، وبلت وخريت قدامهم. يا هما تيشوفوا فيا وانا واقف عريان، ما قديتش نصبر قدامهم، طلقت كل شيء قدامهم. رجعوا لي